ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده جوكر داتا كتير، اغنية جوكر داتا كتير. اوكي، طبعا اللي كتب لي الاغنية دي قال لي ان يعني بسبب ان انا عملت ديستراك. اوكي، فبيقول لي انت ما عندكش مشكلة مع الديستراك، يعني اللي هو ما عنديش مشكلة هو مع الديستراك لان كنت بقول انها في مشكلة. اوكي، هو انت فهمتني غلط، انا ما كنتش بقول ديستراك مشكلة، يعني انا عندي مشكلة الناس مع الديستراك. اوكي، او انا مش معايا، انا هي المشكله مع الناس ان هي بتبقى عايزاني ان انا ايه، ابقى فاهم القصه ايه اللي وراها. اوكي، ايه سبب يعني اروح اعمل سيرش وادور القصه، ايه سبب الديستراك، واقعد بقى ادور واتفرج على فيديوهات وشرح وبتاع، فاهم؟ موضوع طويل. اوكي، وانا اصلا الرياكت بتاعي على الاغنيه نفسها اذا كانت حلوه او وحشه، انا مش بقول مثلا ديستراك ده احلى والتاني يتبهدل وها ها ها ها، وانا ممكن اسمع اصلا جوكر واسمع اللي كمان الجوكر دسه، فاهم؟ ما عنديش اي مشكله مع الطرفين، فاهم؟ انا هو ده الرياكت بتاعي، لكن الناس بتفهم غلط. المشكله هنا الناس هي اللي بتفهم غلط او بتفهم الرياكت بتاعي غلط، فاهم؟ اللي هو يعني ما بيعجبهمش الرياكت ان انا مثلا لو في حد بيحب الشخص اللي هو بيتدس اوكي في الديستراك، ممكن ما يعجبهوش ان انا عاجبني مثلا الكلام او عجباني مثلا الاغنيه، فاهم؟ فمن هنا الناس بتفهمني غلط، انا بتكلم عن الاغنيه اذا كانت حلوه او وحشه. بس كده، خلينا نخش على الفيديو ونشوف الاغنيه دي بتتكلم عن ايه، ويلا ليتس جو. في الرسمه دي لو كان اتمسحت شويه من هنا اهو، اللي هي تتسحب شويه من هنا اهو، اوكي كانت تبقى جامده فشخ، فاهم؟ يبقى النصين، والنص التاني ده ما يبقى بقه عادي، يعني المفروض النص ده يبقى اللي هو فاهم، يبقى فيه زي خيال كده الاحمر، فاهم؟ ويبقى البق ده عادي، اللي هو بما انه ان هو فيه نصين، لان هنا هو فيه المفروض اللي هو الميك اب المفروض، فاهم؟ نص ده اللي اقصده. هو ممكن عشان فيه ابيض هنا اهو، مش عارف. وبالنسبه للشعر برضو كان عامل نص اخضر والنص تاني اسود، الرسمه كانت تبقى فجره فشخ. لان بصوا هنا هو منكوش، في سنه نكشه، هنا هو مش منكوش، فاهم؟ مفيش سنه النكشه دي، مش نفس السنه، فاهم؟ بغض النظر عن شعري ان انا المنكوش كله. اوكي، دخله حلو. تربكوا على السرير ضفت للمولود جين، عبقريه عمق الكلمه وانتوا لسه بتوع بلالين، فحل الالف ب ربطوا في فيديو ربط سن، عبقريه عمق الكلمه وانتوا لسه بتوع بلالين، فحل الالف ب ربطوا في فيديو ربط سكه، هاتلي من كلامهم جمله اقوى وقول له اهي، خمس رجاله مش كتير يكلفوا فيديو على كذا بيت، كل ده رد الام بي 3، ده دليل انه خد في شرط تقيل، الشافعي بيحرق يح، صورته في لسه حك بح، مطاريد الاستوديو ورا مايكهم بقوا تنين مجنح، ماشي انا اللي سايق سينز ريبه يا شويه مواشي، بقدم راب راب بتنح، ماشي انا اللي سايق سينز ريبه يا شويه مواشي، سايق سينز ريبه يا شويه مواشي، قدم راب راب بتقدمه ميكسات محاشي، ايه رايك يا عبد ربو في وحده الفلو، مش انت برضه في بيتك سبق وقلت الجوكر فوق، في شقته عمل الغلط مع افراد شلته، عند برحه التل قال لك ركز ضحكت على ايهاب صاحبته، راب ده يا بومبو لا فيديو هو واخته بيناقش قضيه، لا روح ناقشها في موسكو، بعت البنش وخدت عموله بحمل بيت مش اي حموله، مهما اغيب بصمتي موجوده، مهما تفضل صفر وجودك، انا في الراب تعريفي اسطوره، جاي بطولي مش هندهولك، بعمل صوت تخيل صوره، بتعمل رعد في كارت في كودك، شفره واحده من يومي احسن من اي جثه بتراب مسحها، انا مثل اعلى لاختك وصاحبك، انا بيبسي جاتلي وانا اللي باعها، جمل اللي بقت شعرات ثوريه، حاربت نظام تركات عالميه، حرقت كوكا تسويقيه، انا اتعرف بيك عرفتك بيا، الشباب دي كوكو خالص، خدتهم شبره في الويك اند، نقعد نتفرج عليهم احسن ما نشتري قرد، لا اشيل نتفرج عليهم احسن من نشتري قرد برضه خالص، عندي قفله جامده سكس، نقعد نتفرج عليهم الخميس بدل الفيلم، دي او دي شوف اللي يعجبك، بسمع نفسي ايه المشكله، ما انا بتعلم مني وانتوا لسه بتسمعوا قصه شتا، افتكرت الغين ما انا بتعلم مني، بسمع نفسي ايه المشكله، ما انا بتعلم مني وانتوا بسمع نفسي ما انا بتعلم مني. اوكي، ولسه بتسمعوا قصه شتا، افتكرت الغنوه دي فيها غلطه في الضمير، كتب مشاعره اتغيروا، لا اتغيرت مش هتليق، مش هقدر اكمل وسط الزريبه، بلعب سنجل مفيش حريفه، اسمع كلامك ليه يا بهيمه، افسع المايك مش طايق الريحه، فرقع ده
فيسا اوكي ابو يوسف سيبا بلعب سنجل مفيش حريفة اسمع كلامك ليه يا بهيمة فيسا على المايك مش طايق الريف فيسا على المايك المايك اوكي لا فرقة ده شوارع مش واحدة هنا رجالة هناك لا مؤاخذة التلاميذ تلاميذنا اساتذة ابيض عزبة تحت الجزمة الهندسة ليه خارجية عطل وامه بتصرف عليه بيتكلم فراب كان عمل ايه كام سنة وانتو تجمع فيك سنهم 30 يا متجوزين فهموني ازاي سابوا المدام في البيت واجتمعوا لاجل ما يشتموني عملش حنفة عملت راب ابن اللعيبة بتصرف عليه بيتكلم فراب كان عمل ايه كام سنة وانتو تجمع فيك سنهم 30 يا متجوزين فهموني ازاي سابوا المدام في البيت واجتمعوا لاجل ما يشتموني عملش حنفة عملت راك ويا ريتو راب يا ريتو نجح مش رجالة هنا وهناك مع ان المان في بيته شبح انا بعمل ديسات متقعد امسيس في البيت انتو بتعملوا ديسات بتخليني بضحك هيك راح وهك راح اقف محله الشك راح روح خلت راح مش انا اللي تيجي عليه وتلاقيها خضرة السلكة راح تيجي معايا نتشيك في لون انا عملت على فكره ما اعرفش ان هو هيعملها تاني بس كنت حاسس ان هو هيعملها تاني امسيز اللي بتلبتني القسيم بتذاكر جوكر قبل شهور من يوم الريك ربنا يشفيه من العبط هو واللي نفس النمط قدر الحك نتيجته نار دي حكمه تسال عنها الزلط سيب السل سن شبط الحك تسال عنها الزلط واللي نفس النمط قدر الحك نتيجته نار دي حكمه تسال عنها الزلط سيب السل سن شبط سيب بس لحد لبط في سبع اجزاء عملت مع اتخن امسيز الغلط تركت للي بيفهم كلمات بختار من بين الفانز فاهم مش متهم بسمع امسيز تنانين من البرشام انا تنين لوحدي كده من غير بترل بعمل نمر على الطبيعه وفي التركات كلته في شرب الهنا والشفا جابوا بي عشان هو كان تقريبا عامل ديستراك اسمه خد فشار تقريبا صح كان جوكر هو اللي عامل الكلام ده لان انت قلت لي برضه اعملها كان المفروض ان انا اعملها الابد دي ما علينا هبعملها ان شاء الله اكتبوا لي بعرفوني اذا كان هو احمد جوكر هو اللي عاملها صح انا اعتقد بيتس ضاب سليب اثبتوا عليها راب جبت بيتس روك كسبت عليها سينا لمس كتاف مش محتاج اكتر من بيت علشان اثبت للامسيز ان فوق السين دي ما تتسماش بيف دي تتسمى هبل شرط في اس جبل الفن لو انسان وشافنا كان يسيبه شلل ازاي يستوعب ان انا براب واللي انتوا بتعملوه ده راب اكيد يا مخلوق فضائي يا انتوا دي تتسمى هبل شرط في اس جبل الفن لو انسان وشافنا كان يسيبه شلل ازاي يستوعب ان انا براب واللي انتوا بتعملوه ده راب اكيد يا مخلوق فضائي يا انتوا محتاجين علاج من شوكر فوق من اخر تموت عيب عليك انزل يا عيب هات في المرمى جول صاحبته بتجيلي دايما قافل عليها عامله نايمه الفلو ده ورقه عايمه ما تمشيش استنى عايزك في الباب المناقشه ما بينا نقفش بعض مش حد غيرنا حتى حل الجينات تثبت لك ان الفلو ده اصلا مش ابنك ده جديد بس انا حاسس ان الناس كتير قوي بتدس الجوكر مش فاهم هو في ايه بالظبط يعني ليه هو بيدس اكتر يعني احس الناس كلها بتدسه يعني حاسس كده مش عارف ليه جاي لي الاحساس ده ان هو مكروه مش عارف بس ليه فانز بيحبوه كتير فاهم ده انا مستغرب له ازاي تبقى مكروه من رابرز وانا سامع ان هو في الستايل ده اللي هو اولد سكول انا حتى قلتها كذا مره ان هو بيعجبني اكتر من نيو سكول بكتير فشخ فاهم وده بالنسبه لي الراب اوكي ده بالنسبه للكل اصلا الراب الراب فعلا اوكي فازاي يبقى مكروه من الناس اصلا يعني في المجال ده يعني فاهم هو باسلوبه بالطريقه دي اكيد في حاجه احنا مش عارفينها او انا مش عارفها اوكي فيا ريت حد يشرح لي ايه سبب الديستراك الكتير قوي عليه يعني هو عمل ايه بالظبط اوكي لان تقريبا هو ممكن بس انا ما سمعتلوش ان هو بيدس في حد لان كل الراب بتاعه عباره عن قصص انفصام مش انفصام وحاجات كده ان هو بيحكي قصص وحتى كذا كومنت قال لي هو في الراب بتاعه بيحكي قصه اسلوبه مختلف عن الباقيين ان هو في قصه في مضمون في الراب بتاعه فاهم فان هو يتكره من رابرز تانيين ده برضو موضوع في ان فاهم اللي هو عندي علامات استفهام اللي هو ليه في ايه فاهم كده يعني بس داتا كتير ميموري عقلك ما تكفيش فيك فلو فيك تكنيك حشو مختلف في نفس الرغيف ما سمعناش عنه استخدم ستي شقه الجرأة جايب سيرتي ابن مين لا يطلع ابني شغل امين رديته بسخطي واخدم حتة نور الشريف حصل خير خلاص يا شيء بس ما انت استفزتني وقلت انا سعد انت مين نابي اسرق لكن قلبي لون الزيت الباكن ما بعرفش اكون مسالم خد في شار ما انت فاكر كل كلمة في محلح مش زيك حمار بينح مامتك فاهم فبقول لح كل ام تلم بلح نابي ازرق لكن قلبي لون الزيت الباكن ما بعرفش اكون
ام سالم خد في الشهر ما انت فاكر كل كلمه في محلها مش زيك حمار بينح منطق فين فبقول لح كل ام تلم ابنها نبي ازرق لكن قلبي لون الزيت الباكن ما بعرفش ام سالم خد في الشهر ما انت فاكر كل كلمه في محلها مش زيك حمار بينح منطق فين فبقول لح كل ام تلم ابنها اوكي اوكي تقريبا هو بيدس ابو يوسف صح؟ عامة انا بحب ابو يوسف برضو يعني انا ما عنديش اي مشكلة مع ابو يوسف بموت في ابو يوسف اوكي والجوكر انا برضو ما عنديش مشكلة معاه بس الناس هي اللي كانت شوية جاية عليا قوي فاهم اللي هو برو انا ما كنتش بسمع عربي اصلا اللي هو في ايه انا ببدا اسمع عربي اوكي اللي هو الناس بتسمعني اللي هو ايه اللي يعجبني اوكي فالرياكت كان بادئ كده اللي هو لو في راب حلو اوكي ديستراك محدش في يوم العادي مثلا يبقى قاعد كده مثلا ويسمع ديستراك اللي هو الله الاغنيه دي انا اسمعها مرتين ثلاثه فاهم ديستراك بتتسمع مره وخلاص على كده ممكن ناس اللي بيحللوا يحللوا فاهم انا ما بحللش انا هنا هو بقول اذا كانت اغنيه حلوه او وحشه اوكي انا حد ما انا عاجبني البيت ان هو مش مستعمل ال اسمها ايه اللي هو البيت اللي هو بتاع الرابرز اللي هم العاديين اللي هو الاولد سكول فاهم في جيتار في البيت انا وانا من محب الجيتار فشخ اوكي فلان اصلا كنت بسمع ميتال زمان وانا صغير اوكي فالحاجات دي بتشدني فشخ نظام الالات والكلام ده بيشدني فشخ والدرامز والكلام ده اوكي ما علينا برضو يا ريت الناس تفهمني ايه سبب كره الناس كتير قوي حوالين جوكر اوكي يعني يا ريت الناس تفهمني الموضوع ده بس ده كان رأيك يا رب يكون رأيك عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وانا ما عنديش مشكله مع الديستراكس مشكله بس في الناس ان فهماني غلط بس مش اكتر اوكي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يلا تشوس